أهلا من جديد مشاهدينا الكرام، نمضي ونتواصل معكم في صباح الشروق على الهواء مباشرة ونقلب صفحات هذا الصباح وعديد من الفقرات في انتظاركم وعديد من التحايا الصباحية إن شاء الله من فريق عمل اليوم الذي سينتقل بنا الآن إلى مدينة سنجة، هذه المدينة التاريخية القديمة، هذه المدينة المميزة جدا بما فيها الكثير والكثير، مدينة القرآن والحافظين، مدينة العلوم ومدينة الذكر ومدينة الثقافة ومدينة الفن، حقيقة بلدنا حلوة. تقع مدينة سنجة حاضرة ولاية سنار على الضفة الغربية لنهر النيل الأزرق، مما أكسبها موقعا مهما في خارطة المدن السودانية. فالمشاهد الطبيعية الخلابة على شواطئ النيل والمراكب التقليدية التي تجب عرض النهر جيئة وذهابا من المشاهد اليومية التي تطبع حركة الناس في أنشطتهم التي لا تتوقف إلا لتبدأ مرة أخرى من جديد. المدينة ترجع في تاريخها إلى آلاف السنين، فشاطئها الأخاذ احتضن تاريخا وحضارة غابرة منذ عهد بعيد، يشير إليها المؤرخون بإنسان سنجة الذي اكتشف في فترة سابقة مرورا بعهد الدولة السنارية التي شهدت حركة ثقافية في مختلف ضروب الحياة، وضمت بين جوانحها معظم المكونات الاجتماعية التي تفاعلت مع بعضها، فكانت الثقافة السنارية المتميزة المنتشرة في كثير من أصقاع السودان. أنا من طرق الهوى بابي وأذن بالرحيل، وأنفاس الوداع تغطعت عليها تصاريف الرحيل، زفراتها حرة تسابق مدمعا يجتاحها في مأتم الغنديل، وتركت أناتي يكابدها الجوى عصفا على الجسد النحيل. ما عاد للحب مقام في قلب يغيده النهى ولا حتى مقيل، واضحت راحلتي في صحراء قاحلة فلا سرابة ولا دليل. تجترني الذكرى رجع الحنظل على الحلق البليل، أنا ما رفضت حبك اختيارا، إنما أخشى على الجسد العليل، أخشى عليك مغالة. ما ذقت أنت نصال قالوا أو سيوف القيل، تطلبين لغاء وأشتاغه شوق المحلة للقيم الهطيل، لكنما أخشى العيون عليك أن تجد السهام لك السبيل، قد ملكتك يمناه فلا سبيل ولا سبيل. صغيرة أنت جسورة أنت وجبان أنا لا أغوى على الحب النبيل، سري سأدفنه معي حليف القبر والصبر الجميل، وتقولين عوضني ما جنته يداك أيا أخته في الشهر الجليل. كم أود وكم أشتاق لثغرك اليانع البليل، أنفاسك الحرة احتراقات شبابي في زمن الأفول، بك ترتد حياتي يقصر الليل الطويل، أعاني ما تعانينا وأكثر، أعاني ما تعانينا وأكثر، بل تعانينا القليل. قد صمت سأصوم عنك وأجري على المولى الجليل. ولا زالت مدينة سنجة تعج نواديها بأنشطة ثقافية ورياضية، وذلك بالرغم من تراجع الفعل الثقافي في مختلف جوانبه في الآونة الأخيرة، ورغم تنامي عدد المبدعين في مختلف الجوانب، وهي مواهب واعدة تحتاج إلى رعاية حتى تتمكن من توصيل رسائل المجتمع، فإن الاهتمام بها ظل ساكنا لا يتحرك. رفدت مدينة سنجة السودان بعدد وافر من المبدعين والكتاب الذين أسهموا في حركة النهضة الأدبية والسياسية والاجتماعية، ويأتي على رأسهم السياسي المعروف أحمد خير المحامي، والكاتب الكبير حسن نجيلة الذي وثق للكثير من الحياة الاجتماعية المختلفة في مدينة سنار ومدينة سنجة وفي السودان بصورة عامة، لا سيما بادية الكبابيش في ولاية شمال كردفان. ولازال المبدعون والشعراء في مدينة سنجة يكتبون الشعر بألوانه المختلفة، ويتفاعلون مع الواقع الاجتماعي بآمال كبيرة في قادمات الأيام. ولم تكن فرقة أكتو التي تم تأسيسها منذ فترة إلا وعاء لتسهيل وتقديم إنتاج المبدعين إلى المجتمع، ومن خلالها يعالجون القضايا الاجتماعية عبر المسرح والغناء، وتتطلع الفرقة إلى تقديم خدمات ثقافية متميزة، وذلك من خلال رعايتها لصغار المبدعين سواء في مجال المسرح أو الغناء أو كتابة الشعر. أمان
عشوة الريب الزوان. انت لو داير امان عشوة الريب الزوان. ضم حروف في عيون حنان وردي على الفرح اللي كان. ضم حروف في عيون حنان وردي على الفرح اللي وتبقى الفرق الغنائية والمسرحية بالولايات هي الحارسة والمحافظة على الموروثات الثقافية والاجتماعية في ظل تراجع الاهتمام الرسمي بالفعل الثقافي. سليمان إسماعيل الزين لبرنامج كاميرا الشروق، ولاية سنار، مدينة سنجة. شكرا جميلا للزميل سليمان الزين الذي نقل نبض الحياة وجمالها في البلد الحلوة والمدينة الأحلى هناك بالسلطنة، مدينة سنجة. وهذا هو حال طاقم صباح الشروق لهذا اليوم، تطواف وتجوال في كل مدن السودان كما تعودنا على مدار سنوات طويلة. تحية والله لكل مراسلي الشروق على مدار هذه السنوات وهذا التاريخ الجميل لما قدموه من عطاء ثر ومواد تحظى بها مكتبة الشروق الغنية. وإن شاء الله عبر صباح الشروق في التقادم الأيام القادمة إن شاء الله نشاهد ونتابع هذا الإبداع.